او as he was leaving the phone rang. وهو ماشي التليفون ضرب. As he was leaving the phone rang. وهو لسه ماشي خلاص التليفون ضرب. عارفين يا جماعة دي بنعملها ازاي؟ بنعملها كده. في امتحانات الادميشن تيست ممكن بيجيلكوا وخصوصا في الايو سي بيجيلكوا صور كده زي اللي انا هرسمها دلوقتي، ويقول لك تحت كل صورة حط الزمن بتاعه. هيقول لك ده مثلا باست، ده في الباست حاجة عاملة كده وحاجة قطعته كده، حاجة عاملة كده وحاجة عارف ده ايه؟ ده اكشن كان طويل وحاجة شورت اكشن قطعته، اللي هو ده اللي هو ده. while he was leaving اللي هو ده، the phone rang الشورت اكشن اللي هو ده قطعته. يعني كأني بعمل كده بالظبط، كأني باجي عند هنا كده واعمل كده. while he was leaving the phone rang، هي دي فكرة الجملة. ده أساسي في ال past continuous. while he was doing something something happened. طب بصوا الجملة الجاية يا جماعة، while playing football I fell. الجملة دي موجودة عندك، مكتوبة عندك كده، ومكتوب في حالة عدم وجود الفعل بنحط ال verb ing. ده اللي مكتوب قدامك، بس انت بقى هتكتب معايا انا notes، بقى اكتب النوتس اللي انا هقولها لك دلوقتي. while playing football I fell بيقول لك لما تجيلك while كده وما عندكش هنا خالص اي حاجة، فيش اي subject ولا اي حاجة، بنحط الverb ing اللي هو بنسميه gerund او بنسميه verb ing، زي ما براحتك تنسميه زي ما انت عايز. بس في حاجة مهمة جدا عايز اقولك عليها. هو ده اصلا كان ايه؟ while playing ده يعني ايه؟ ها يعني دي اصل الجملة كانت ايه؟ عشان بس عايزة ايه اكتب هنا براحتي. الجملة دي كان اصلها ايه يا جماعة؟ while playing football I fell كان اصلها ايه؟ while I، اكتب الجملة دي، I was playing football I fell. ليه يا ميس بتكتبيها؟ هقول لك ليه بقى. علشان تستخدم، اسمع اللي انا هقوله ده كويس قوي، عشان تستخدم while ومعاها الاي ان جي، عشان تستخدم while ومعاها الفيرب اي ان جي، لازم تتاكد ان اللي عمل الاكشن دي هو السبجكت اللي جاي بعد الكوما دي. اقول تاني، لو هستخدم while وراها الفيرب اي ان جي، دي حته تريكي قوي مهمه قوي، عايزه بس حد مصحصح لي كده. حط كوباية نسكافيه جنبك كده وركز. while معاها verb ing عشان اعملها كده، كون ان انا شلت الضمير اللي هنا او السبجكت اللي هنا، معناه انه معروف من الجملة ان السبجكت ده هو نفس السبجكت ده، ده هو ده، الاي هنا هي الاي هنا، بمعنى ان الجملة دي اصلها كان اهي while I was playing football I fell. لازم يبقى نفس السبجكت، لازم يبقى ايه؟ ها لازم يبقى نفس السبجكت. while playing football I fell. ما ينفعش تقول while playing football she shouted my mother shouted. يعني مين اللي بيلعب ومين اللي صوت؟ وانا بلعب كوره ماما صوتت. لا، ما ينفعش استخدمها كده. ما اقدرش اقول while playing football انا ما ظهرتش في الجمله، انا ما ظهرتش في الجمله. ف while playing football my mother shouted دي معناها ان ماما وهي بتلعب كورة صوتت، مفيش غير كده. لو انا حطيت while ومعها verb ing يبقى اللي عمل ال verb ing ده هو السبجكت ده اللي موجود عندي في الجملة هنا، غير كده ما ينفعش. عشان اختصرها كده واعملها while playing، يبقى هو هو نفس الشخص اللي لعب كورة، هو هو نفس الشخص اللي وقع، هو هو الشخص اللي لعب كورة، هو هو نفس الشخص اللي صوت. كلام واضح؟ عشان كده بنقول the same subject، لازم يبقى نفس الفاعل. اكتب الكلام ده، لازم يبقى ايه؟ نفس الفاعل. دي اول حاجة تخلي بالك منها في الverb ing، while plus verb ing اول معلومة تخلي بالك منها عشان خطيرة جدا. لازم يبقى السبجكت هنا اللي مستخبي هو نفس السبجكت ده. مين اللي وقع؟ اللي كان بيلعب كورة. مين اللي صوت؟ اللي كان بيلعب كورة.
while playing football she shouted يبقى هي كانت بتلعب كوره وصوتت خلاص ملناش دعوه مفيش حد تاني مفيش شخص تاني في الموضوع. طيب نبص على الجمله اللي بعدها while leaving the phone rang while leaving I took my keys. بص الجمله هنا check this ها ليه الجمله دي الميس كاتبه عليها انها رانج وليه الجمله دي الميس بتقول عليها انها صح فكر كده while leaving وهنا while leaving ما عنديش subject فالشيء الطبيعي طالما ما عنديش subject يبقى السبجكت هو اول واحد هيقابلني بعد الكاما يبقى ده هو منطقي ان انا اقول التليفون وهو خارج رن التليفون هو اللي كان خارج ورن لا طبعا عشان كده الجمله دي ايه غلط اكتب الجمله دي مش عندك اكتب while leaving I took my keys هو مين اللي leaving I يعني اصلا الجمله دي كانت ايه اكتب معايا while I was leaving وانا خارج وانا مروح اخدت مفاتيحي I took my keys عادي خالص مفيهاش حاجه خالص يبقى الجمله الاولانيه غلط علشان مش هو ما ينفعش التليفون هو خارج لا مش منطقيه انت عايز تقول وانا خارج التليفون ضرب while I was leaving the phone rang مش مشكله عادي حط اي بقى ما تسيبهاش من غير اي عشان تشيل منها السبجكت ده معناه ان انت بتقول ان السبجكت موجود هنا بعد الكاما ودي طبعا ما تنفعش ان التليفون هو اللي كان خارج لكن دي قبل ما اخرج او وانا خارج اخدت المفاتيح بتاعتي فالجمله دي مظبوطه اكتب الجمله دي عندك ان دي كده الجمله دي غلط والجمله دي صح